الناس بتختفي، مش ولا ايه اللي بيحصل؟ معلش، هنكمل مع بعض دراستنا في سفر التثنية. هناخد مع بعض اصحاح 16 النهارده. نراجع بس نقول ايه، ان سفر التثنية هو مراجعه لاسفار اسفار موسى الخمسه، يعني ملخص للأسفار بتاعت موسى. مذكور فيه كل اللي قاله ربنا في العهد القديم، مذكور بالاختصار فيه، أو في الأسفار الخمسة دول مذكور باختصار في سفر التثنية. احنا دلوقتي في إصحاح 16 بيقول ايه؟ احفظ، ده طبعا وصية ربنا للشعب. حس ان الصوت مش حلو قوي. طب هجرب حاجة تانية كده يمكن يمكن الصوت كده الصوت يتعدل شوية. بيقول احفظ شهر أبيب واعمل فسحا للرب إلهك، لأنه في شهر أبيب أخرجك الرب من مصر ليلا. ليه يحفظ شهر أبيب؟ شهر أبيب ده فيه أهم أعياد اليهود، وهو عيد الفصح. وعيد الفصح هو بيسموه عيد العبور. وحتى كلمة بسخة اللي بنقولها في الأسبوع الألام بتعني فصح أو عبور. وليه عيد الفصح بالذات بيهتموا بيه في العهد القديم؟ لأنه بيرمز إلى الفداء في العهد الجديد اللي على الصليب. هنا هتلاقوا بيتكلم عن الفصح والفطير والحفظ، ثلاث حاجات. احفظوا، يعني دايما تذكروا، يعني اوعى أولادك يا إسرائيل ينسوا العيد دوت بالذات. يعني اوعى احنا في العهد الجديد ننسى الهدف من الفداء، او الهدف من الذبيحة وهي الفداء. فيقول في عدد 2، فتذبح الفصح للرب إلهك غنما وبكرا في المكان الذي يختاره الرب ليحل اسمه فيه. يبقى تاني حاجة، الذبيحة هتكون من الغنم والبقر. طب ما يبقاش اي حيوان تاني؟ لا. طب ليه الغنم والبقر؟ الغنم والبقر في أمازال بالنسبة للفلاح حاجة مهمة قوي، ولأنه طبعا لازم تكون ذبيحة حيوانية علشان هيسفك الدم، والدم بتاع الذبيحة الحيوانية بيرمز لدم المسيح على الصليب. طيب ليه غنم وبقر؟ ليه ما يبقاش مثلا أي نوع تاني، غزلان مثلا؟ اشمعنى؟ لأن الغنم والبقر هم الحاجتين اللي بيجيبوا لبن، واللبن في العهد القديم بيرمز للرخاء أو بيرمز للغنى. وأغلبهم في العهد القديم كانوا بيشتغلوا بالرعي. فيبقى ربنا بيقول قدم أحلى حاجة، أحلى حاجة عندك ذبائح. عارفين الفلاحين في مصر ممكن يضحي بابنه لكن ما يضحيش بجاموسته أو بقرة بتاعته. يعني لو ماتت الجاموسة يبقى دي نهاية حياته، لأنه حط كل فلوسه وثروته في الجاموسة ديت، والجاموسة دي هي مصدر خيره. لكن لو عنده 3-4 عيال ومات واحد هيزعل طبعا، لكن هيقدر يعني يخلف تاني، لكن ما قدرش يعوض البقرة بتاعته لأنها مصدر الرزق بتاعه. اختار هنا الذبائح الدموية، واختارها من أغلى الحاجات اللي موجودة في هذا الوقت. تقدم الذبيحة بتاعتك غنم أو بقر. طب المكان، احنا عرفنا يعني ايه الفصح، فصحا للرب إلهك اللي هو عيد الفصح بتاع اليهود بيرمز للعهد الجديد اللي هو الفداء. طب ليه الفصح دوت؟ خلي بالكوا الفصح يقدم للرب، يعني ذبيحة مقدمة لربنا. طب ليه
بتكون من الحاجتين دول غنم والبقر قلنا. طب المكان؟ قال الحقيقة المكان عشان مش كل واحد يقدم ذبيحة في المكان اللي عايزه، ربنا اللي هيحدد لنا المكان اللي هيحل فيه. يعني هو اللي هيقول قدم الذبيحة في المنطقة الفلانية. ده مش بس كده، ده هيقول له بعد كده مش قدام بيتك ولا قدام المدينة تقوم قدم الذبيحة، ما ينفعش، لازم المكان اللي أقول لك عليه. فعدد ثلاثة يبقى دي عدد واحد واثنين. عدد ثلاثة بيقول فيه لا تأكل عليه خميرا، سبعة أيام تأكل عليه فطيرا خبز المشقة، لأنك بعجلة خرجت من أرض مصر لكي تذكر يوم خروجك من أرض مصر كل أيام حياتك. يبقى دلوقتي هنتكلم على العيد المهم وهو عيد الفصح. لما تيجي تقدم الذبيحة هتقدم معها الخبز بتاع الذبيحة. طب الخبز ده يكون مختمر يعني فيه خميرة؟ يقول لك لا، عشان كده بقول له لا تأكل عليه خميرا. طب ليه؟ مش معنى يعني حاجة متخمرة، يعني العيش متخمر، طب ليه مش معنى الخميرة؟ لأن الخميرة بترمز للشر. كمان الخميرة عشان تتعمل، أي واحدة بتعجن بتحط الخميرة في العجين وتقول لك أسيبها شوية. هما ما كانش عندهم وقت، لأن الفصح ده كان قبل الخروج مباشرة من أرض مصر، فقال لهم أنتوا تعملوا الفصح وتطلعوا تجروا وأنا هكون معاك وربنا عشان أنقذكم من فرعون. عشان كده بيقول إيه؟ سبعة أيام تأكل عليه على الذبيحة دي فطير، يبقى الفطير من غير خمير، فطير تعمل على طول كده فطيرة غير الحاجة المتخمرة، سماه خبز المشقة. طب ليه خبز المشقة؟ لأن بيقول لهم بسبب الذبيحة دي اللي هي عبارة عن البقر أو الغنم زائد الخبز كلتوه وطلعتوا تجروا، في تعب في مجهود خرجتوا من أرض مصر، فسماه خبز المشقة أو خبز التعب. لأنك بعجلة، طبعا لأنك دي بتعود على شعب إسرائيل كله، بيكلم شعب إسرائيل في سورة المفرد. لأنك بعجلة، بعجلة يعني بسرعة، خرجت من أرض مصر. يبقى الهدف بيقول له خلي بالك يا إسرائيل، لما تيجي تاكل الذبيحة أو تاخد تقدم الذبيحة ما تقدمش معاها حاجة مختمرة. طب احنا يا رب خلاص، ده احنا الكلام ده واحنا بنخرج من أرض مصر من أول ما عملنا حاجة اسمها عيد الفصح أو عملنا الفصح، طب احنا دلوقتي بعد 30 سنة مثلا من عيد الفصح، ما احنا براحتنا بقى. يعني ايه براحتنا؟ نعمل بقى الفطير ونعمل نختمر ونقعد براحتنا بقى، زي ما يكون حد مثلا بيعجن ويسيب الخميرة براحته. يقول لهم لا، اصل انا عايز افكركم باستمرار بحاجة، ان انا اخرجتكم بسرعة قبل ما فرعون يفنيكم، خرجتكم بسرعة بالعجلة دي. فلو انت عملت الفطير مختمر معناها ان انت مش فاكر ابائك خرجوا ازاي، لكن عايز افكرك كل مرة يا اسرائيل تعمل فيه العيد دوت تفتكر حاجة مهمة، ان انا بايدي القوية اخرجتك بسرعة. عشان كده بيقول له ايه؟ لانك بعجلة خرجت من ارض مصر لكي تذكر. انا بقول لك اعمل الخطوات دي ليه كلها؟ تقدم البقرة والغنمة للرب في المكان اللي يقول لك عليه، سبعة أيام بتقدم الفطير بتاعك من غير خميرة، وسماه خبز المشقة علشان أفكرك في كل مرة أن أنت خرجت بسرعة من أرض مصر لكي تذكر يوم خروجك من أرض مصر كل أيام حياتك يا إسرائيل. طبعا مصوب يا إسرائيل، ولا يرى عندك خمير في جميع تخومك سبعة أيام، ولا يبت، يبت يعني يبيد شيء من اللحم الذي تذبح مساء في اليوم الأول إلى الغد. قال إيه؟ مش عايز أشوف عندك يا إسرائيل في فترة العيد بتاع الفصح سبعة أيام أشوف عندك حاجة مختمرة، أنا عايز أفكرك باستمرار. انت لما عملت الخبز دوت طلعت تجري فعملته على عجله بسرعه،
تدخلش خميرة في بيتك سبعة أيام. ولما تقدم ذبيحة المساء بالليل ما تبيتهاش للصبح، عشان كده المسيح لما مات على الصليب دفنوه على طول، بقالوش نستنى لغاية بكرة، دفنوه. لا يبت يعني ما يبيتش لحم من الحاجة، لا تخلصوا على الذبيحة كلها. طيب سؤال مهم، لو فرض وبقي حاجة من الذبيحة ديت خلاص كله مش قادرين، يعني في بقى يقولك ما يبقاهاش حد يأكلها تاني يوم، تتحرق بالنار حسب ما جه في سفر الخروج إصحاح 12. وبعدين يديله تحذير تاني، لا يحل أن تذبح الفصح في أحد أبوابك التي يعطيك الرب إلهك. يعني إيه؟ الأبواب هنا بتعني أبواب المدينة اللي هم عايشين فيها. ما تجيش في أي باب من الأبواب تقوم إيه؟ دابح على باب على الباب ده على طول، أمال إيه؟ بل في المكان الذي يختاره الرب إلهك ليحل اسمه فيه. يعني مش أي حد يعمل في أي وقت، لا ده لما ربنا يقول لك ما تجيش كده تقول إيه؟ أنا عندي تعفيت عن أورشليم مثلا، من ضمن من أماكن إن المدينة دي كان ليها كذا باب، باب الجميل وباب مش عارف في الايه وحاجات كتير، ابواب كتيره للبلد، ما تجيش في اي باب تقوم دابح، عشان كده يقول له ما تفيش اي مكان تقدم الذبيحه. المكان اللي ربنا هيحل باسمه ويمجد اسمه في هذا المكان، هو هيقول لك على المكان دوت، هناك تذبح الفصح مساء نحو غروب الشمس في ميعاد خروجك من مصر. يبقى واضح هنا كذا حقيقة. أول حاجة بيتكلم على عيد الفصح، وعيد الفصح بيرمز للإيه؟ للفداء على الصليب، أو رمز للفداء بصفة عامة. تاني حاجة لما يقدم ذبيحة يقدمها من حاجات معينة، الغنم والبقر، واللي ذبيحة دموية عشان الدم مهم. تالت حاجة ما يقدمهاش في أي مكان، في المكان اللي يحل اللي ربنا يقول له عليه ويحل اسم ربنا في هذا الايه المكان. رابع حاجة لما يقدمها يقدمها في الغروب عشان يفتكر لحظات الخروج من أرض مصر، هربوا بالليل. خامس حاجة لما تقدمها بالليل ما تبيتش حاجة منها لتاني يوم، لأنه دي ذبيحة لربنا ما تبيتش، لكن لو فضل حاجة تحرقها. سادس حاجة ما تقدمش معاها حاجة مختمرة، عيش مختمر، قدم معاها فطير، والفطير دوت غير مختمر، عشان تفتكر ان انت خرجت من ارض مصر ايه بسرعة بعجلة. وتطبخ في المكان، تطبخ وتأكل في المكان الذي يختاره الرب إلهك، ثم تنصرف في الغد وتذهب إلى خيامك. دلوقتي في ذبيحة، والذبيحة عايزة الطبخ، هو ذبحها وعايزة تبقى فيها مرحلة طهي. الذبيحة بالطهي في المكان اللي ربنا يقول لك عليه، في نفس المكان تعمله، وبعدين تخلص ما دنكش قاعد، تنصرف بسرعة، ثم تنصرف في الغد وتذهب إلى خيامك. هنا الآباء كلهم بيقولوا الحكاية دي بترمز إلى القداس الإلهي، الذبيحة اللي موجودة كل يوم على المسبح. ما شفناش في يوم من الأيام إن أبونا لقى عمل قربانة كبيرة قوي، ولقى في القربان الناس اللي موجودين مثلا 10-12، قال طب أنا هدي للعشرة 12 وأسيب الباقي للقداس بتاع بكرة. ما ينفعش، ما يبيتش. وكمان فيها تحذير لنا إن إحنا ناكل ونقعد، يعني ناخد الذبيحة ونقعد، نقعد نتكلم، نقعد نتسامر، نقعد نعمل حاجات كتير، يقول لك لا خده وخلص وامشي، تقعدش. وان كان طبعا احنا في العهد الجديد ما بنقولش على الخميره في العهد القديم كانت شر، لكن في العهد الجديد يعني مهمه للطعام بنحطها، ونقول الخميره ممكن تبقى جيده فتدوب في العجين كله ويطلع العجين كله جيد. طبعا كلمة ان هو يروح لخيامه، لان كان في الوقت دوت
إسرائيل بيرتحل، الشعب إسرائيل كله شايلين الخيام بتاعتهم وبتعدي من مكان للتاني، ما كانش لسه عندهم مدينة. ده أول عيد من الأعياد اللي بيذكروا في شهر في إصحاح 16. اتفقنا يا جماعة؟ اسمه عيد إيه بقى؟ الفصح. اتفقنا؟ ده أول عيد. تاني عيد، عيد الخمسين أو الأسابيع، بيقول له كده: سبعة أسابيع تحسب لك من ابتداء المنجل في الزرع. كلمة المنجل في الزرع يعني الحصاد في الزرع. المنجل يعني ما يجي يحصد، عارفين المنجل؟ فيقول لك ده ابتداء المنجل، بتحط المنجل كده بتبتدي تجمع تحصد. فيقول كده: سبعة أسابيع تحسب لك من ابتداء المنجل في الزرع. تبتدئ أن تحسب سبعة أسابيع وتعمل عيد أسابيع للرب إلهك على قدر ما تسمح يدك أن تعطي كما يباركك الرب إلهك. إيه بقى الحكاية دي؟ العيد اللي فات كان عيد الفصح، العيد ده هو عيد الخمسين. الخمسين سبع أسابيع، يعني سبعة في سبعة بتسعة واربعين، سبع أسابيع في سبعة أيام تسعة واربعين. اليوم اللي بعد تسعة واربعين اللي هو يوم الخمسين تعمل فيه عيد. وكانوا يعملوا زمان كل سبع أسابيع يعملوا عيد، كل سبع سنين يعملوا عيد. طبعاً عيد بتاع سبع أسابيع ده مش سبع أسابيع، يعني معناها في الأسبوع الأسبوع اللي بعده، بعد السبع أسابيع الأسبوع اللي بعده الأسبوع الإيه؟ الثامن. وزي ما قلت لكم مرة من المرات إن رقم ثمانية اللي هو بعد سبعة بيرمز للملكوت. عشان كده إحنا نبتدي الأسبوع بتاعنا نبتدي بيوم إيه؟ الاثنين، اثنين وثلاث وأربعة وخميس وجمعة وسبت، مش كده؟ الحد بداية بتاعته يوم الاثنين، بداية أسبوع جديد، عهد جديد. فدايما السبعة أيام الثامن بداية جديدة. فقال لهم بص، سبعة أسابيع وتعملوا عيد اسمه عيد الأسابيع، تعمل عيد أسابيع للرب إلهك على قدر ما تسمح يدك. ليه بقى على قدر ما تسمح يدك؟ الحقيقة ده ما كانش فريضة بمعنى فريضة، إذا قدرت تعمله اعمله على قد ما تقدر تقدم. طبعا في سفر إصحاح، في سفر اللاويين تفصيلات كتيرة قوي عن عيد الأسابيع دوت، يمكن كنا فتنا عليها بسرعة. طب كلمة بحسب البركة على قد ما تسمح يدك أن تعطي كما يباركك الرب إلهك، يعني على قد ما ربنا مديلك من عطايا على قد ما تقدر أنت تقدم هذا العيد. طيب العيد ده يقول لك: وتفرح أنت، تفرح أمام الرب إلهك أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك واللاوي الذي في أبوابك والغريب واليتيم والأرملة الذين في وسط المكان الذي يختاره الرب إلهك ليحل اسمه فيه. ذبيحة الفصح أو بنسميه عيد الفصح، عيد الفصح بيقدمه الشخص عن نفسه وعن بيته، ذبائح لربنا. لكن في عيد الخمسين الكل يفرح بقى، مثل الحصاد ده للكل والبركة دي للكل. فيقول له إذا قدرت أنك أنت تعمل عيد الخمسين كل سبع أسابيع، تعمل اليوم الخمسين دوت حاجة مقدسة اعملها، بس تفرح أنت وابنك وابنتك وحتى الغريب اللي عندك واللاوي اللي هو الكاهن المسؤول عنك في المنطقة، فرح الكل والغريب واليتيم والأرملة. يبقى ما عادش بقى حاجة عائلية، بقت إيه؟ حاجة عامة. قول له ابنتك وعبدك وأمتك، عبدك اللي هو الولد وأمتك الأمة اللي هي الخدامة البنت أو الست، كل دول تفرحوا. مبقاش حاجة خاصة بيك أنت زي عيد الفصح، عيد الأسابيع ده للكل. وتذكر أنك كنت عبدا في مصر. ما تقولش للعبد اللي عندك أنا السيد وانت العبد، افتكر أن انت كنت في يوم من الأيام عبد عند المصريين. ده بيكلم إسرائيل ودي حقيقة. وتذكر أنك كنت عبدا في مصر وتحفظ وتعمل هذه الفرائض.
الفكرة بتاعت عيد الأسابيع، ربنا مش بس بيقول له قدم ذبيحة بتاعت الفصح عن نفسك وعن حياتك أنت الخاصة، ده بيقول له لما تيجي تحتفل في عيد الأسابيع أو عيد الخمسين بديلك فكر جديد، وهي الشركة. مش أنت بس، أنت واللي معاك، قرايبك وأحبابك وأصحابك واللاوي بتاعك الكاهن ومعاهم الأرامل والأيتام والناس الفقراء، الكل يفرح حتى العبد والأمة. يبقى بيدي مفهوم جديد عن الشركة. محدش يبقى أعلى من حد، بتفرحوا كلكم في عيد الإيه؟ الأسابيع. يبقى العيد الأواني اللي ذكروا النهاردة هو عيد الفصح، العيد التاني اللي ذكروا النهاردة هو عيد الأسابيع. العيد التالت بقى هو عيد المظال. إيه المظال ديت؟ عارفين طبعا ان هم كانوا بيشيلوا الخيمه، المظله يعني جاي من الخيمه، يشيلوها على اكتافهم ويرتحلوا. فقال لهم هنعمل الحكايه دي عيد. الله، ايه يا رب الحكايه؟ ده انت يا رب غلبت الامريكان. الامريكان بين كل عيد وعيد يعملوا عيد، كل شويه واخدين يقول لك لونج ويك اند. الحكايه عيد مش عارف مارتن لوثر كينج، مدارس مرتاحه. ولما يلاقوا نفسهم كده اشتغلوا اسبوعين ثلاثه اللي في المدارس يقول لك ايه؟ يوم اوف. ليه الاوف؟ اصل المدرسات مش عارف بيعملوا ايه، حاجه كده يعني فن قوي المدارس. فقال لك ربنا، قال لك هنعمل عيد اسمه عيد المظال. فبيقول في عدد 13 تعمل لنفسك، لاسرائيل يعني، عيد المظال سبعه ايام، اجازه سبعه ايام، عندما تجمع من بيدرك ومن معصرتك. البيدر اللي هو المكان او المخزن اللي بيتخزن فيه الحبوب بتاعه القمح، والمعصره المكان اللي بتعصر فيه الزيتون فينزل زيت الزيتون. ما كانوش يقدروا يستغنوا عن الحاجتين دول، لا الزيت ولا القمح، علشان الزيت والقمح هم اللي بيعملوا في الاخر الفطير، والفطير ده حاجه مهمه جدا في العهد القديم. فقال له تعمل لنفسك عيد المظال سبعه ايام. طبعا المظال ده موجود في سفر الخروج وفي سفر اللاويين بالايه؟ بالتفصيل. طيب ليه سميته عيد المظال؟ الاول هم اول ما ابتدوا يعملوا الخيم بتاعتهم كانوا يشلوها ويرتحلوا من مكان للتاني. طب دلوقتي اسرائيل هيعبروا نهر الاردن مش البحر الاحمر، وهيروحوا الناحيه التانيه ويبتدوا يعملوا مساكن مبنيه جاهزه زي المباني بتاعتنا، ما عادش في مظال. يقول لك في يوم عيد المظال ده سبعه ايام تطلع بره المنطقه بتاعتك اللي هي فيها البيوت الخرسانه ولا الخشب، وتعمل ليك مظال من شجر، من اغصان الشجر يعني، عشان تفتكر الايه؟ العيد دوت. يعني بلاش الخيم، الخيم هجيب خيمه، اعمله حتى من ورق الشجر. فكانوا يعملوه كده يعني، مظال مصنوع من اغصان الايه؟ الاشجار، وسعه في النخل والحاجات دي كلها في المكان المقدس اللي كان ربنا يقول لهم عليه. طيب ليه يا رب عملت عيد اسمه عيد المظال؟ طب ما كنت يعني عملت اي عيد تاني؟ قال لك عشان كل مره كل سنه افكرهم ان هم كانوا بيرتحلوا من مكان للتاني، وانا كنت السند بتاعهم. كل سنة أفكرهم إن هم كانوا في العبودية وأنا حررتهم، والتحرير هنا لما تحرروا طلعوا شالوا الخيام على كتافهم، ابتدوا يبنوا في أي مكان أو يحطوا الخيمة في أي مكان زي ما ربنا يقول لهم فيه. كل ده عشان أفكرهم، اوعوا تفتكروا لما دخلتوا وسكنتوا في بيوت وبقى لكم أماكن كبيرة وواسعة تفتكروا الضيقة اللي كان فيها، تنسوا الضيقة اللي كان فيها أهاليكوا زمان لما كانوا هربانين من فرعون، أو كل شوية يدخلوا في حروب مع شعوب مختلفة لغاية ما استقروا في بعد ما عدوا نهر الأردن. اوعى تفتكروا. فربنا كل شوية يفكرهم بالحاجات دي، يفكرهم إن هم ما كانوش في حالة من الاستقرار إلا بعد ما ربنا توههم في البرية 40 سنة، أو سمح بتوهنهم يعني في البرية 40 سنة استقرار. فلما تستقر ما تنساش أصلك. عايز يقول لك ما تنساش ايه؟ انت كنت عامل ازاي؟ طب والعيد ده بقى اعمل فيه ايه؟ قال له تفرح في عيدك اللي هو عيد المظال،
أنت وابنك وابنتك تاني، وعبدك وأمتك واللاوي والغريب واليتيم والأربرة الذين في أبوابك. كلمة الذين في أبوابك يعني هم موجودين في بيتك، فرحهم كلهم. طيب ليه يا رب أفرح معاهم وفرحهم؟ يمكن في ناس ما حضرتش معانا الفكرة بتاعت عيد المظل، يقول لك مش مهم. بس لما تحكي لهم حتى العبد الصغير، هو النهاردة في عيد إيه؟ النهاردة عندنا يا فلان ده العبد بتاعي، عندنا عيد اسمه عيد المظل. طب ليه عيد بتسميه عيد المظل ما حضرناهوش؟ يقول لك أصل من 100 سنة، هو بيحكي بقى أجدادنا كانوا بيخرجوا خارجين من أرض مصر وكانوا مش مستقرين، وربنا اداهم الاستقرار، ربنا بيفكرنا. عشان كده لما اجي اقول لكم احنا هنا، افتكروا انكم تقدموا يعني ريكويست كده للمدرسة، واحنا عندنا عيد الميلاد. واوقات كتيرة قوي ما يجيش اسبوع الالم بتاعنا مع الاسبوع الالم بتاع الامريكان، يبقى مختلف. السنة دي جاي مع بعض مفيش مشكلة، عشان كده مش بنبهش. لكن السنين اللي بعد كده هتلاقوه جاي مختلف. مثلا عيد القيامة عندهم جاي في أول أبريل، وإحنا عيد بتاعنا في آخر أبريل مثلا، يعني فرق بيبقى كتير. طب العيد بيبقى يجي يوم حد، ماشي، حد أجازة، والسبت فرح أجازة، لكن الجمعة الكبيرة مش أجازة، ده يوم الجمعة شغالين. خميس العهد مش أجازة، مش كده ليه؟ فأقول لهم خدوا أجازة الخميس والجمعة. يا ابونا مش مشكلة، يعني الرب في القلب. لا، مش فكرة الرب في القلب. إذا كان ربنا بيقول لهم أنتوا مش عشتوا 40 سنة في البرية، أولادكوا أحفادكوا ما يعرفوش إيه اللي حصل، ففكروهم كل سنة، كل سنة تفكروهم إن في حاجة اسمها عيد المظل، إن إحنا ما كناش مستقرين، أجدادنا ما كانوش مستقرين. ما يجوش بقى أولادنا في أمريكا يقول لك إحنا مالنا بقى خلاص، إحنا نعيد 25 يناير زيهم. لا، ده عيدنا إحنا 25 ديسمبر، عيدنا إحنا 7 يناير حسب التقويم القبطي. مش أنتوا أقباط ولا إيه؟ يقول لك إحنا أقباط. طب القبطي ليه تقويم؟ ليه تقويم خاص بي؟ يبقى لازم تعيد في العيد دوت. واخدينها الفكرة دي لما بنحمسكم ان تاخدوا اجازات وتقدموا على اجازات في الايام ديت، واكنه يوم مرضي عندك انت عيان واتفر اللي عندك، عشان واخدينها الفكرة نفسها من فكرة ان ربنا بيفكر شعب اسرائيل بالاعياد اللي هو حضر او اللي هو عايز الناس كلها تحضرها. خدنا كم عيد دلوقتي؟ 3. الاولاني الفصح، الثاني اسمه ايه؟ الاسابيع او الخمسين، الاثنين يمشي، الثالث المظل. هو اكتفى بالثلاثه دول في الاصحاح ده. لكن طلب غريب قوي، بيقول كده 3 مرات في السنه يحضر جميع ذكورك. ذكورك يعني الذكور امام الرب. أمام الرب إلهك في المكان الذي يختاره في عيد الفطير وعيد الأسابيع وعيد المظل. عيد الفصح ده يسموه عيد الفطير، 3 أعياد يجوا الذكور كلهم ولا يحضروا أمام الرب فارغين. طب يعني الستات ما يحضروش؟ عايزين يحضروا يحضروا. طب ما ذكرتهمش هنا ليه يا رب؟ أباء كتير يقولوا لأن الستات ما كانوش يستحملوا الأعياد الطويلة زي كده، بيقعدوا 7 أيام في 7 أيام، يمكن عندهم ضعف جسدي، ويمكن كمان عندهم ضعف جسدي لان ما كانش ربنا بيقول لهم اعملوا الذبائح ديت في المكان اللي انت فيه، ده كان لازم يسافر مسافه طويله عشان يروح المكان اللي ربنا خصصه، وهو بعد كده بقى هيكل اورشليم. علشان كده لما ندخل في تقسيم المملكه بتاعت اسرائيل، ايه سر غضب ربنا على مملكه الشمال اللي هي السامرة؟ ان هم حسوا بالمسافة البعيدة اللي حيجوا من الشمال الى الجنوب، لان هيكل اورشليم هيكل سليمان كان في الجنوب، وده المكان الوحيد اللي مسموح فيه نقدم الذبيحة فيه. هو دلوقتي حاليا تحت الجامع، ده المكان الوحيد. طب الناس اللي ساكنة في منطقة الشمال يقول لك ييجوا يقدموا الذبيحة في الجنوب،
فجه ملك الشمال كان مش همه ربنا في حاجة. هو سليمان ابنه كان اسمه ايه؟ رحبعام. طب الملك بتاع الشمال كان اسمه يربعام، مش رحبعام، يربعام. رحبعام ده ابن سليمان، وده خد المملكة الجنوبية اللي فيها في الهيكل. لكن يربعام ده كان واحد من الخدمين في بيت سليمان، فاستقل بالمملكة الشمالية اللي هي مدينة السامرة. قال لهم انتوا زعلانين ليه؟ قالوا احنا بعدنا قوي عن المكان اللي ربنا قال لنا نقدم فيه الذبيحه. قال لهم ما لا يهمكم، نعمل احنا هنا مذبح. طب وربنا قال لك اعمل مذبح؟ قال لهم لا، بس هنعمل مذبح. وعمل مذبح. جم البلد اللي جنبه قالوا طب يعني تعمل مذبح عندك في سميره، ما نعمل مذبح تاني هنا جرب اعملوا مذبح. في مذابح كتير ربنا مش هو اللي قايل على كده. عشان كده سر غضب ربنا على مملكة الشمال اللي هي السامرة وحبه لمملكة الجنوب، ان الناس بتوع الجنوب ولكن كانوا سبتين بس من ال 12 سبت ملتزمين بانهم يقدموا الذبائح في المكان اللي ربنا قال عليه، والتانيين عملوا اماكن ربنا ما قالش عليها وما سمعوش كلام ربنا. فابتدوا بعد كده تنحدر الامور الدينية عندهم، بدل ما كانوا هم من إسرائيل أو إسرائيليين بيقدموا الذبيحة للرب، بعد كده دخلوا العبادة الوثنية ويحطوا تماثيل ويقدموا ذبائح التماثيل، واندثرت المملكة أو ضاعت المملكة الشمالية خالص. عشان كده ربنا يقول إيه؟ كل الناس أو كل الذكور يجوا أمام الرب في المكان الذي يختاره في عيد الفطير، أدي أول عيد، والتاني الأسابيع، والثالث الإيه؟ المظال. طب ليه برضو ما قالش الستات؟ زي ما قلت يمكن يكونوا ضعاف شوية، يمكن يكونوا مش هيحتملوا السفر للمكان اللي ربنا مختاره، يمكن لأن في الراجل بيجب جواه العيلة كلها، ستات برجالة وكل حاجة، فالراجل يجب زوجته ويجب جواه بنته. طب لو زوج ومعندوش أولاد يبقى جواه زوجته، هما اتنين واحد، فممكن الزوجة ما كانتش تروح أو الست ما كانتش تروح، كان يروحوا للذكور. بس عشان كان مهم كان ربنا يقول لهم ايه؟ ثلاث مرات في السنة يحضر جميع ذكوركم، كل واحد حسبما تعطي يده كبركة، كبركة الرب إلهك التي أعطاك. يعني على قد ما تقدر قدم الذبائح على قد ما ربنا مديلك. يجي في الجزء الأخير من الإصحاح دوت يقول ايه؟ قضاء وعرفاء تجعل لك في جميع أبوابك التي يعطيك الرب إلهك حسب أصباطك، فيقضون للشعب قضاء عادلا. هنا بقى بعد عن الذبائح، قال له تعمل لنفسك قضاء أو بعد القضاء عرفاء، يعني قاضي، والعريف هنا اللي هو مساعد القاضي، نائب القاضي، وفي قاضي وفي مستشار مثلا، أو قاضي ووكيل نياب. أهو كان كده تعمل واحد، وده يدل على نظام ربنا حتى من العهد القديم، ليك قاضي لكل باب من أبوابك. يعني إيه؟ يعني كل سبط من الأصباط تعمل منهم ونستيهم قاضي وعريف. قضاء وعرفاء تجعل لك في جميع أبوابك التي يعطيك الرب إلهك حسب أصباطك، فيقضون يعني يقيموا القضاء للشعب قضاء عادلا. برضو حاجة غريبة من ربنا، يقول لك أصل لو القاضي غاب يبقى النائب بتاعه اللي هو العريف هو اللي إيه؟ اللي يقوم بالقضاء، يبقى الحكاية ما تتسابش كده. علشان كده ساعات ننصح الخدام بتوعنا، يقول لك أنت خادم ما تبقاش لوحدك في الخدمة، لازم يكون في خادم واثنين وثلاثة في الفصل، لو واحد غاب لأي سبب من الأسباب التاني يحل محله. لا تحرف القضاء ولا تنظر إلى الوجوه ولا تأخذ رشوة، لأن الرشوة تعمي أعين الحكماء وتعوج كلام الصدقين. بيقول لي يا إسرائيل أنت هتعمل قاضي وهتعمل عريف، من فضلك لا تحرف القضاء. يعني إيه؟ مش تحرف، لا تحرف، يعني تنخليه ينحرف، يعني ما تخليهوش ينحرف. تحرف شمالا، بيقول لك واحد يحدف شمالا كده ماشي،
ما تخليش القضاء ينحرف عن المسار بتاعه. ولا تنظر الى الوجوه، ما تخليش القاضي يبص واحد جاي يعيط له ويصعب عليه يقول لك خلاص احنا هنسامحه، مش بالوجه. ولا تاخذ رشوه من حد، لان الرشوه تعمي اعين الحكماء. واحد حكيم ومتزن وقاضي لو خد الرشوه تعميه خالص عن الايه، عن الحكمه، وتخلي كلام الصديقين معوج، يعني كلمتك مش واضحه قدام الكل. العدل، العدل كرر مرتين، ودي من الحاجات الغريبة. العدل، العدل تتبع لكي تحيا وتمتلك الأرض التي يعطيك الرب إلهك. شوفوا في العهد القديم كان ربنا بيديهم الوصايا دي قبل ما يدخلوا أرض كنعان، بيديهم وصايا. تدخلين دلوقتي أرض كنعان، هتبنوا بيوت، اوعى تنزوا عيد المزار. هتستقروا، اوعى تنسوا عيد الفطير. حتى هيجي لكم مزروعات كتيره وحصاد كتير، اوعوا تنسوا عيد الاسابيع. ادي تلات اعياد. كان زمان سليمان، سوري، كان زمان موسى وهارون والمجموعه دول والكهنه كانوا بيحكموا، بس العدد هيزيد، اعمل لك قاضي. وده ابتدى بعد كده فكره القضاء. بعد كده كان الاول مفيش حاجه اسمها قاضي، قضاء وعريف، نظام. لما تيجي يا اسرائيل تختار قاضي، تختاره ما بيبصش للوجوه، تخليه كده حكيم، مش بالوش بيحكم، بالمستندات قدامه، بالاقتناع بتاعه، وما يكونش مرتشي. وخلي بالك اهم حاجه عشان تملك الارض الجديده انك تكون عادل. العدل، العدل تتبع لكي تحيا وتمتلك الارض التي يعطيك الرب الهك. نقف ثانيه عند الحكايه دي. العدل حتى احنا في العهد الجديد محتاجين يكون عندنا عدل. الانسان اللي بيظلم عمره ما هيدخل الابديه. ادخل ازاي وانا ظالم؟ ازاي ابقى عارف ان واحد ليه حق وانا ما اديهلوش، او واحد ليه حق عند حد وانا اشهد بالزور؟ ما ينفعش. ازاي اظلم اللي قدامي واحسسه انه غلطان هو مش غلطان، واتك عليه قوي؟ لا انت غلطان، انا مش غلطان، انت بتظلمني. طب ازاي تدخل انت الابديه؟ لازم تدي فرصة اللي قدامك يقول الصح والغلط. لازم تدي فرصة لنفسك انك تقف مع الحق، تدي فرصة لنفسك انك تشهد شهادة حقيقية، وإلا مش هتلاقي في الآخر تدخل تمتلك وتحيا في الأرض الجديدة اللي ربنا مديها لك اللي هي أورشليم. لا تنصب لنفسك سارية من شجرة، من شجرة ما بجانب مذبح الرب إلهك الذي تصنعه لك. هنا كان تحذير ونبوة عن اللي هيحصل. دي كانت آخر آية. قال له اوعى يا إسرائيل تنصب سارية. عارفين الساري؟ عارفين الساري بتاع العلم؟ بس كان زمان مش ساري بتاع العلم حط عليه علم، لا، الساري ده كان معناها زي المسلة بتاعة الفراعنة، ساري زي تمثال كبير. اوعى تنصب السواري ديت من شجرة. يقول لا تنصب لنفسك سارية من شجرة ما، اي نوع من الشجر، تقوم حاططها كده وتعملها حاجه زي مزار، زي يعني مكان مقدس. عشان كده بيقول له لا تنصب لنفسك ساريه من شجره ما بجانب مذبح الرب الهك. ما تجيش كده جنب المذبح ربنا اللي عامله، وتقوم عامل لنفسك ساريه او تعمل شجره وتعبدها، والكلام ده ما ينفعش. الذي تصنعه لك، لا ما تعملش مجانب مذبح الرب إلهك الذي تصنعه لك. يعني ربنا ادالك فرصة انك انت تروح لغاية بيته وتقدم في مذبح ربنا، ما تشركش حاجة تانية مع ربنا. المفهوم ده مفهوم حجري، مفهوم تاريخي، لكن مفهوم الروحي بتاعه يقول لك انت بقيت هيكل لربنا، مش كده؟ بقيت مسبح لربنا. بلاش تنشغل بحاجة تانية. ما تجيش جنب المسبح بتاعك الحلو دوت وتقوم حاطط جنبه فلوس ومركز والحاجات دي، ودنك ماشي وراها. خلي المسبح هو مسبح وهيكل هو هيكل لربنا. صحيح ربنا زمان كان بيختار الأماكن اللي يعمل فيها مسبح ليه، لكن دلوقتي في العهد الجديد ادانا ان المكان ده يكون جوه كل واحد فينا،
أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم؟ التلات أعياد اللي اتكلم عنهم النهاردة والفكرة بتاعت القضاء دي كلها علشان يحسسنا إحنا بأهمية الأعياد بتاعتنا. تاني حاجة حسسنا إن في حاجة اسمها ميراث أبدي وحياة جديدة. خلي بالك وانت في الحياة ديت، خليك قاضي كويس، خليك عادل، شخصية عادلة ما بين الناس، خليك إنسان مش مرتشي، إنسان أمين، خليك لا تنظر بالوجوه وتحكم بالوجه وتحابي الواحد تفتكر إنه هو عشان عيط ولا عشان خطر يعني سموه إيه يعني تمسكن كده، لا، وتيجي على التاني عشان خاطر انسان جد وحقاني يقول لك انا ما عملتش، تقول لا انت عملت، راجل بيعيط يبقى انت عملت. ما ينفعش، لا تاخذ بالوجوه والا مش هيبقى لنا مكان فوق في الابديه. المره الجايه هناخد مع بعض اصحاح 17، النهارده اصحاح 16 في التثنيه، المره الجايه ناخد مع بعض اصحاح 17 ان شاء الله. تفضلوا نصلي. اجعلنا مستحقين ان نصلي قائلين ابانا الذي في السماوات قدس اسمك. امضوا بسلام، سلام ربكم معكم. مش عارف في قربان هنا ولا خلصوه، مش كده؟ النهارده الصبح خلصوا كل القربان، فانا ههرم العيال لان العيال لو شافوني من غير قربان هيزعلوا مني. يكونوا خلصوا اللي جوه، ما افتكرش ده، لو خلصوا يبقى مين هو اللي خلصوا. لسه ما خبزوش.